السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم مصطفى محمود هيد اوف انتار تانتا تيم. النهارده هنتكلم على اليو اس اكاديمي اكسبيرينس، ده الجزء الخاص بيا في الايفنت. بس قبل ما ابدا كلام عن اي تفاصيل، حابب اشكر تيم امتار تانتا. التيم ده بيحضر الايفنت يمكن من شهرين، وكان ناويين يعملوا الايفنت فعلا في الكليه في جامعه طنطا، بس طبعا بسبب حوار الكورونا كل حاجه بقت كانسل، وبدأوا بعدها الاونلاين، فكرة الاونلاين تظهر. فلو الايفنت ده يعني بالستبس بتاعته كلها نجحت، فبعد توفيق ربنا ده منصب التيم طنطا بكل الليدرز او سب ليدرز بتوع بكل البرانشز والممبرز اللي فيه. ده اول نقطة. النقطة التانية، حابب اعمل زي سامري قبل ما اتكلم عشان الناس تبقى عارفة الفيديو هيمشي ازاي. انا هتكلم على اليو اس كلينيكال اكسبيرينس بتاعتي، وهي عباره عن 5 شهور في امريكا. هتكلم على كل سبوت بالتفاصيل بتاعتها، بالريكويرمنت اللي مطلوبه ليها، وهتكلم على التاسك بتاعتك كفيزيتنج ستودنت او كانترن او حتى في الاوبزرفيشن. بعد كده هتكلم على الاكسبنسز في الستيت كاقامه لمده شهر لكل سبوت، وكتنقلات يعني بين مصر وامريكا. وهتكلم على how to get a letter of recommendation، عشان طبعا احنا عارفين يعني التارجت من الـ US experience ان انت تاخد experience في الـ States، وفي نفس الوقت تاخد letter of recommendation تفيدك وانت بتقدم على application الماتش. فنبدأ بالكلام عن الـ spots. انا قضيت 5 شهور كـ US experience في امريكا، منهم 3 شهور في بوسطن، وشهر في هيوستن، وشهر في نورث كارولاينا. في شهرين جمعة عن طريق connections، شهر في هوسبيتال اسمها نيوتن وولدي هوسبيتال، دي هارفارد افيليتد في بوسطن، وشهر تاني في كلينيك مع دكتوره هارفارد انستراكتور من دكتوره بسمه، وشهرين تانيين عن طريق الفي اس ال او او الفيزيتنج ستودنت ليرنينج اوبورتيونيتي، شهر في بوسطن وشهر اللي هو بوسطن ميديكال سنتر، وشهر في نورث كارولاينا كان امرجنسي، وبوسطن كانت كارديولوجي هاند ارم، وشهر عن طريق ميلينج الدكاترة في أمريكا. كان دكتور ماهر ناصر، هو دكتور لبناني خريج جامعة القاهرة، وكانت في بيرور سان لوكس، ده كانت كارديولوجي، وبيرور سان لوكس كارديولوجي بروجرام يمكن من أفضل 20 بروجرام في الستيتس. الريكويرمنت اللي كانت مطلوبة كل مكان طبعا الكونكشنز، كانت عن طريق الكونكشنز، فأنا كنت عارف حد وصلني بحد جوا الهوسبيتال وخدني معاه شهر. ودكتورة بسمة كان في هارفارد دينر for Muslim students، وقابلتها واتكلمت معها، ويعني وافقت بعد ما بعتلها سي في ورحت معها شهر. لكن بوسطن ميديكال سنتر ونورث كارولاينا عن طريق الفي اس ال او، احنا عندنا الفي اس ال او في طنطا بالتعاون مع الجمعية العلمية تمت الاكتيفيشن لي، وطبعا ده بروجرام عظيم جدا بيساعد ان احنا نلاقي سبوتس كتير في بوسطن ميديكال سنتر نورث كارولاينا، اللي هي زمايلي راحوا ويست فيرجينيا وليولا في شيكاغو، كل الاماكن دي كانت عن طريق الفي اس ال او. الريكويرمنت اللي كانت مطلوبه بوسطن كان طالب التوفل والاميونايزيشن فورم اللي هي EAMTAR، دي بتنزلها PDF وبتملاها من تعمل اللابس دي عند اي معمل تحاليل، وبعد كده بتملاها وبعد كده بتمضيها من اي دكتور بطن عامه في مصر. نورث كارولاينا كانت طالبه برضو التوفل، وكانت طالبه بالسبيكنج سيكشن اعلى من 24، والاميونايزيشن فورم برضو، وكانت طالبه شويه تريننج تعملهم. وطبعا الاثنين بوسطن ونورث كارولاينا كانوا طالبين فيز، بوسطن كانت $3000 ونورث كارولاينا كانت 2500. دكتور ماهر كان عن طريق ايميل، جاست ايميل، وبعت له في سي في وطلب مني الايميونيزيشن فورم برضه. يعني جنرال الحاجات اللي عن طريق كونكشن والحاجات اللي عن طريق ميلينج ما بتبقاش طالبه فلوس، ودي ليها ميزه طبعا. لكن الاماكن الثانيه زي بوسطن ونورث كارولاينا كانت طالبه فلوس، في اماكن بتبقى اعلى من كده، هارفارد ب 5000 في الشهر، ستانفورد ب 6000 في الشهر، في اماكن تانية اغلى وفي اماكن تانية ارخص. كل ما يبقى معاك كريدنشالز اعلى، انا كنت مقدم كليفلاند ومايو ما حصلش فيهم نصيب، في ناس كانت يعني مقدمه بالكريدنشالز اقل واتقبلت فيهم، فانت حاول اتليست في الكليه انت تخلص ستيب 1، ولو عرفت تعمل التوفل، دول اهم حاجتين كاتنين ميجور كده في اي ابلكيشن لمكان فلوس رخيصه عشان توفر الفلوس دي. طبعا ده بالنسبة للريكويرمنت كل مكان.
بالنسبه للتاسك بتاعك في كل مكان بيختلف من مكان للتاني, بس جنرالي هو بيبقى موضوع على الكيس بريزنتيشن. الكيس بريزنتيشن بيتم ان انت عيان بيجي او البيشنت بيبقى مثلا في الاي ار او في الكونسلت انت بتروح له, بيبقى ادميتد في الهوسبيتال, بتروح تاخد منه الهيستوري وتعمل فيزيكال اكزام. التفاصيل بتاعه الموضوع ده يعني مثلا الهيستوري بتبدا فيه بالكومبلين او الكونسرن الاساسي بتاعه هو هنا. ده بالنسبه للتاسك بتاعتك. طبعا الاماكن بتختلف من مكان للتاني. الامرجنسي بيبقى وجهه النظر ان انت عايز استابلايز البيشنت. الاماكن الثانيه بتبقى مثلا الكونسلت, لا انا كاي كارديولوجي كونسلت انا محتاج اعرف اكتر ايه اللي تشيست بين وهل هو كاردياك ولا لا, بي يعني معايا وقت. لكن الامرجنسي انا عايز اعالج الحاجه الاكيوت المين كونسرن. الاكسبنسز بتاعتك في التنقلات من مصر لامريكا, طبعا في فاريشن كتيره في اسعار التذاكر دلوقتي عشان حوار الكوفيد ده, لكن قبل كده كانت الموضوع مثلا من $500 ل $750,000 رايح جاي. وتنقلات جوه الستيت ممكن من $80 ما بين كل ستيت وستيت على حسب المسافه طبعا, لمثلا $150-$200 فعلى حسب بقى الاماكن اللي انت هتروحها. والاكسبنسز الشهريه بتاعتك حوالي من 600-800 accommodation. ممكن تاخد مثلا زي private room او private room مع bathroom برينج من 600-800, ممكن اقل ممكن اغلى على حسب الولاية. ومصاريفك كأكل وكده ممكن تبقى في حدود من 200-400 مثلا على حسب مصاريفك. وانا كنت مشترك كانترنت وكموبايل يعني او كاتصالات communication كان من تي موبل. تي موبل كانت $50 في الشهر unlimited phone unlimited نت. والترانسبورتيشن يعني مثلا ممكن تقول $100 لو انت هتستخدم البابليك ترانسبورتيشن. كان في مثلا في بوسطن زي تيكت كده او باث, ده $20 بتركب بيه مدة اسبوع كل الترينز وكل الباصل ايا كان عدد انت هتركبه. الاوبر طبعا اغلى شوية لو مش هتستخدم البابليك ترانسبورتيشن, يعني ممكن المرة من $5-$10-$20 لو مشوار طويل شوية. ده بالنسبة للإكسبنسز. هتلاقي يعني في الأفريج الشهرية ممكن من 900-1200 على حسب رينج مصاريفك وعلى حسب الستيت. طيب النقطة الأخيرة اللي هو letter of recommendation. letter of recommendation يعني لو أنت مثلا رايح روتيشن 4 أسابيع, في هنا فرايتي كتيرة في الطرق اللي أنت بتتكلم فيها, بس أنا شايف إن الموضوع يعني بالسنس كده مع الاتندينج بتاعك. ممكن مثلا لو انت رايح شهر ممكن مثلا تيجي بعد اسبوع او بعد 10 ايام تقول له مثلا ان انا عايز حضرتك تقول لي على الفيدباك, لو انا في اي حاجه في البرفورمانس بتاعي مش عاجباك تقولها لي وانا احاول اعدلها. ولما يقول لك حاجه حاول تعدلها فعلا وتبين ان انت عدلتها قوي يعني عشان هما بيبسطوا قوي من الحته دي. طبعا تكون ملتزم في مواعيدك. حتى اللبس بتاعك حاول تشوف الاتندنج, يعني شوف الاتندنج مثلا بيلبس فورمال بدله او يعني قميص وكرافته وكده, ولا ممكن بيعمل الراوندنج بالسكراب كالف الامرجنسي على كله بيلبس سكرابات. حاول تشوف الاتندنج ايه الحاجات اللي بتامبرس هم او هير وتعملها عشان هو ده اللي هيديك الاوف ريكومنديشن. مش معنى كده انت تتعامل بقيه التيم وحش او ما تبقاش كيرنج بقيه التيم, عشان هو ممكن يسال. كل الناس في امريكا بتبقى في دايما ايفاليشن من كل الناس اللي حواليك للشخص ده, فانت حاول تسيب امبريشن حلو مع كل الناس. وبعد مثلا 20 يوم تبدأ تقول له مثلا, في ناس بتقول تبعت له ايميل فورمال او تكلمه كده ما بينك وما بينه تقول له مثلا انا اقدم على الماتش فبالتالي انا محتاج ال OR, لو يعني ممكن تديني ال OR ده حاجة تبقى I will be so happy يعني to get it. لو برضو ما فيش برضو it's honor to work with you, يعني في الحالتين انا مبسوط ان اشتغلت معاك. لو قال لك مثلا ما تشديك ال OR ما تقللش البرفورمانس بتاعك, او لو مثلا خدت ال OR خلاص تقول بقى خلاص فاك فانا خدت ال OR, لا حاول لاخر يوم سواء خدت ال OR او لا انت تفضل على المستوى بتاعك وتحاول انت تامبرسهم لاخر يوم. ومعظم اللي كان رحت اخدت منها letters, يعني ما فيش مكان مثلا طلعت منه من غير letter. فمعظم الناس كذلك, يعني الموضوع مش ما فيش حد بيبقى مستقصد ما يديش حد لتر غير لو حاجة حصلت انت مش واخد بالك منها ممكن, بس هي حاجة ميجر يعني وهو اتضايق منك في الموضوع ده عشان هو غالبا قبل كمان بيتكلموش, يعني انت عملت حاجة ضايقته مش هيتكلم, يعني تيجي تطلب منه لتر هيديكلاين الموضوع او مش هيديك اللتر.
بس وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده, واي حد عنده questions او اي feedback ممكن تسيبوها ككومنتس على الفيديو ده لما ينزل ان شاء الله, وانا ممكن ابقى اعمل زي اتاتشمنت الفيديو تاني ردا على الاسئله بتاعتكم. وبالتوفيق يا شباب.